السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يعني عندنا مقدمة عامة كده عن فلسفة التصوير الجداري أو مفهوم التصوير الجداري، وأنا اخترت هنا المفهوم العام أو الناحية الاجتماعية اللي بيعبر عنها فن التصوير الجداري، لأن ده فن التصوير الجداري هو فن مرتبط بالمجتمع، عبر عن المجتمع دايما عكس رؤياه، والفنان اللي نفذه هو فنان من هذا المجتمع، وكان بيصور على الجدران اللي بيشوفها اللي موجودة في حياته كلها كل ما يجول بخاطره وكل الأحداث الموجودة عنده في مجتمعه، بداية من الفن العصور القديمة. في العصور القديمة الحقيقة الفنان البدائي بدأ يعمل يرسم كان حياته كلها بتعيش حوالين الصيد، كانش حتى حضارة الرعي ظهرت، فهو بيصور نفسه في القبيلة بتاعته ومجموعة من الصيادين بيحاولوا يصطادوا غزلتين، تمام، والغزلتين في حالة حركة، تمام. ده برضو هنا هو أحد مظاهر الاحتفالات، وهنا بدأت تظهر في حيوان بعض الحيوانات المستأنسة، تمام، احتفالات أو حروب أو هكذا، يعني ده من مظاهر الأشكال المختلفة في الفن القديم. فن بدأ مع ظهور الحضارات بدأ الفن، وأشهرهم طبعا وأعظمهم الحضارة المصرية القديمة بتاعتنا. أنا هنا اخترت نموذج للحياة الاجتماعية، سبت كل الصور العادية، هنا مشهد لمجموعة من السيدات في كامل زينتهم في حالة في جلسة من جلسات المرح أو الأنس أو الاستماع للموسيقى والارتباط بالموسيقى. وهنا اللي بيلفت النظر ان تصوير المرأة او وجود المرأة في المجتمع المصري كانت موجودة منذ العصور ولها مكانتها المعتادة والمحترمة. هنا برضو احد هذه الجلسات، وهو شايفين مجموعة من السيدات هم جالسين على كرسي حتى مش مقتش على الارض، تمام، وهما في كامل زينتهم برضو وفي حالة حوار دائم زي المسرح زي ما بنشوف كده عندنا في المسرح حاليا. برضو مع مرحلة متقدمة شوية بدأ يظهر الفن القبطي عندنا في مصر، وفن مرتبط له تأثيرات مصرية قديمة طبعا، اهتم هو بالبعدين فقط، اهتم بالقصص الديني وتعبير عن القصص الديني وتمجيد أو الرموز الدينية المسيحية، تمام، بأشكالها السيد المسيح والسيدة العذراء، تمام، بمواضيعهم المختلفة. برضو وجود بعض التأثيرات المرتبطة باتصال مصر بالحضارات المختلفة، وهنا بدأ الظهور بشكل من مساحات الشكل الآسيوي كده أو شكل الشمال آسيا، تمام، منطقة وجود أشخاص مختلفين بالعمامات مختلفة، تمام، لكن ليهم مسحة واحدة برضه، هم مجموعة من القديسين برضه، مجموعة من الأشكال اللي هي الرموز المسيحية، لكن هنا برضه هي لازم برضه نرتبط بأن موجود حتة الارتباط بالبعدين فقط والاهتمام بالشخصية فقط، تمام، والموضوع بتاعها. مع بداية ظهور الفن الإسلامي، الفن الإسلامي كان فيه قدر من التحرك شوية لبعض الآراء المختلفة في رسم التجسيم أو رسم الأشخاص أو رسم الحيوانات، لكن هنا بنشهد يعني في دمشق في بداية فسيفساء وظهور الارتباط بين الفنان المسلم والفنان البيزنطي، تمام، وإزاي تعلم الفن الفسيفساء. هنا مشهد لدمشق لمدينة دمشق بالفسيفساء، وفيها تسطيح، فيها الكوبري على تمام، ومجموعه من الاشجار في ظل الزخرفه والاسهاب في الزخرفه اللي بيتميز بيه الفن الاسلامي. هنا برضو الشكل الخارجي، تمام، لمدينه دمشق، تمام، بالفسيفساء، الاشجار، المباني، محاوله رسم منظور وهكذا. دايما الفن الاسلامي كان التيمة المتركزة فيه هو حتة التسبيح والابتهال إلى الله، هذا التسبيح وهذا الابتهال إلى الله، تمام، في التكرار، لذلك ظهرت فكرة التكرار،
وتكرار العناصر المختلفه. طب الذكر مختلف وفي اذكار مختلفه، لذلك ظهر تنوع في المناطق الزخرفيه ما بين نباتيه وهندسيه وحاجات جمعت بينهم من بعض، وكتابات وزخارف وايات قرانيه وكذا. هذا التكرار هو مصدره الاساسي هو الابتهال والتكرار في الدعاء. هنا برضو اصبح الفن الاسلامي وحاله الصوفيه الموجوده فيه وحاله التكرار اللانهائي اللي فيه، لان الكون لا نهائي والله واحد تمام، هو رب السماوات والارض. هو عاوز يعبر عن هذه الفكره بالفلسفيه بتاعته. هنا برضو في المرحله برضو احد الاجزاء من ارتباط العماره بالفن في سيفساء، كتصوير نوع من تصوير الزخارف وتنوعها اشكالها الدوريات النباتيه، التذهيب وده كان شفناه في العصور، هنشوفه في العصور البيزنطيه في العصور المسيحيه بتاعت بيزنطه تمام، وظهور الايات القرانيه. وده هنا الحاله الماسه ما بين الدوله البيزنطيه والفن المسيحي وبين الفن الاسلامي. برضه هنا استخدام الازاز المعشق بالقص او الجبس وظهور الايات القرانيه والزخرفه واستغلال الفتحات والنوافذ بتاعت المساجد تمام، وازاي هنا تبقى الدين قيمه روحيه وصوفيه عاليه. هنا لما نشوف مرحله متقدمه للفن المسيحي في اوروبا. الفن المسيحي في اوروبا برضه كان محوره هو محور الكتاب المقدس والموضوعات الدينيه، لكن هو اختلف عن الفن القبطي ان هو في جزء يعني قريب من الشكل المادي شويه او محاوله تجسيد الشخصيات الدينيه في صوره فيها تعبير، في صوره الام، في صوره فيها احداث وهكذا. الفن القبطي لا، الفن القبطي جرد الشكل وخلى الشخصيه الدينيه هي مجرده وبشكل تام، يعني الاهم عنده هو تمثيل الشخصيه الدينيه وليس الحدث نفسه. هنا برضو وجود الشخصيه الدينيه او الاشخاص في وسط حاله من الاجتماع او يعني مش عايز اخش في الموضوع ايه بالظبط تمام، لكن هو معالجه السطح المعماري في نصين، والصليب شكل الصليب يقسم هو وسيد المسيح في المنتصف، وعلى يمينه مجموعه من الاشخاص وعلى شماله مجموعه من الاشخاص في حاله حوار وحاله نقاش. فده مشهد كامل من الكنيسه او الشكل بتاعه وعلاقه المسطحات دي كلها مع بعضها، لان هذا القصص الديني وجوده على جدران المعابد او جدران الكنائس هو بمثابه توعيه او رساله بيقدمها للمتلقين او مرتدين هذا المكان. في الدولة البيزنطية أصبح الملوك والسلاطين موجودين ضمن الأشكال الدينية أو الصور الدينية. فهنا السيدة العذراء والطفل التوسط الإمبراطور والإمبراطورية والإمبراطورة. وهنا بنجد إن حتى هالة القداسة موجودة على الإمبراطور والإمبراطورة. هنا بدأ يديها مسحة دينية، مسحة من القداسة. تمام؟ ودي كانت ناحية سياسية برضو إدارة المجتمع إلى جانب الناحية السياسية. برضه هنا الامبراطور تيودور قسطنطين والحاشيه بتاعته تمام، والامبراطوره تيودورا تمام برضه والحاشيه بتاعتها. وهنا نلاقي حاله هذه القداسه موجوده، اصبغ صبغه دينيه او قدسيه على الامبراطور. هنا بنشوف التنوع في الملابس والاشكال والغنى رغم ده من الفسيفساء تمام، وده اللي كان الرساله الاجتماعيه او الرساله السياسيه اللي عاوز يوصلها فن تصوير جداري للمجتمع. في مرحلة متقدمة شوية برضو من القصص الديني وجود السيدة العذراء مثلا بيبقى لها حجم أكبر في الصور، والسيد المسيح تمام بأشكاله المختلفة تمام بوضعاته المختلفة وحالة الابتهال وحالة الاستفاء لهذا الحدث موجود في الشخصية الدينية. في محاولة الخروج عن الشخصية عن الحالة الدينية في أوروبا ومحاولة تمثيل المجتمع والمدينة والنهضة المعمارية والمدن وقوة المدن، وهنا محاولة لتمثيل المدينة نفسها والأشخاص. فهنا في أشخاص في حالة حركة داخل هذه المدينة، ومحاولة دخول بعمل منظور وراء يعني محاولة بدايات كده للمنظور في إنه يعمل هذا الشكل اللي شايفينه قدام. برضه الأحداث الدينية والأحداث الاجتماعية وتمثيلها، وجود خلفية لاندسكيب أو خلفية في السماء، وعاوز يعمل بعد ثالث للصورة، عاوز يدي اتساع للصورة، عاوز يدي مكانة تانية وشكل تاني مختلف عن العمل الفني.
برضه هنا نفس الأداء ونفس التشكيل، شخصيات دينية تتوصف مجموعة من الناس، وهنا أصبحنا يعني عارفين الشخصيات الدينية بأنها تتوسط الشخص الأشكال، لكن هي ما نقدرش نفرقها عن الناس قوي، ودي كانت فلسفة برضه في الشكل بتاعه. هنجد إن مثلا برضه في في الأماكن المختلفة في أوروبا كان الشكل بتاع السيدة العذراء والسيد المسيح بيختلف حسب مفاهيم الجمال ومفاهيم المرأة، دور المرأة في المجتمع. فكان مجتمع بيحب المرأة الملقانة شوية يخلي السيدة العذراء ملقانة والطفل في حالة يعني حجمه مليان شوية، طب وهكذا. فده برضو كان بيعكس ثقافة المجتمع، يعني ارتباط الشكل بثقافة المجتمع. هنا مرحلة متقدمة شوية وجود الفلاسفة، وهم قبلوا ياخدوا مكان الصور المقدسة أو الشخصيات المقدسة في الصور. هنا أرسطو وسقراط وأفلاطون واجتماع للفلاسفة الموجودين في هذا الوقت، تمام، بتوسطهم أرسطو، تمام، في حالة لو قارنا ده بالصور بتاعت الشخصيات الدينية أو اللي قبل كده هنلاقي نفس الترتيب ونفس التنظيم. محاولة رسم القصص الديني، خلق آدم، الحياة والدنيا، بداية نوح والقصص الديني وهكذا، تمام، في محطات متقطعة مع بعضها تديني زي شريط السينما كده، بحيث انها تعرض هذه الأحداث المختلفة برؤية الفنان وبرؤية، بس كلها بتاخد برضه من القصص الديني بتاعه. هنا برضو يعني هنا آدم ومرب والله بيحاولوا يهبوا الحياة وهكذا، وآلم في آدم في حالة استرخاء، ويعني هذا القصص الديني، تمام، والمحاولة إيجاد لحظة فارقة كده أو لحظة ترقب في العمل الفني. هنا برضو يعني الغواية بأشكالها المختلفة بشكل فيه أشكال أسطورية شوية، وزي هذه الغواية آدم وحواء وطردهم من الجنة، برضو مشاهد من قصص الدين المختلفة، تمام، الطوفان ونوح، سيدنا نوح بياخد الناس، تمام، اللي ينجو بهم في الفلك بتاعته، وفي مجموعة تانية ما رضتش تروح أو ما رضتش تخلفت عن هذا النص، المجموعة الهالكة التي تخلفت عن صحبة نوح. بعد كده في مظاهر مختلفة في العصور، في بداية العصور الجديدة، تمام، وجود مظاهر البذخ ومظاهر الترف ومظاهر اللانهائية في عرض المواضيع، واختلف هنا يعني مجموعة قاعدين في السحاب، تمام، وزي هذه القصور التحمت بالفن واصبحت وحدة واحدة. برضو ده مشهد برضو هنلاقي الفانتازيا عالية شوية، تمام، للأسف المذهبة الزخارف أصحب في وحدة واحدة كده بين فن التصوير وبين العمارة والأشكال الزخرفية بتاعت العمارة. هنا برضو أحد هذه المشاهد ملحمية، بدأنا نشوف الملاحم والقصص والأساطير وإزاي تديني هذا الشكل الملحمي. قصة الحدث الأكبر، الجنة والنار والحساب، وقسم اللوحة النصين، نص من الناس اللي هم الناجون من النار والناجون من العذاب، ونص من الناس الهالكين، تمام، ومحكمة وتمثيل يوم القيامة بالمحكمة، تمام، والناس والشهود والملائكة ومن وهكذا، منظر مشهد المحكمة والمحاكمة، تمام. هو ده يعني ده برضه أحد القصص الديني بس بأسلوب مختلف شوية، وبرضه هنلاقي فيه الفانتازيا والخيال موجود في العمل الفني. نفس الحكاية برضو الشكل بتاع الهلاك والنجاة والاسم اللوحة المشهدين، برضو نفس الموضوع بس معالجة مختلفة شوية، برضو في جانب الهلاك والناس اللي في العذاب، وجانب الناس اللي هي في النعيم وفي الجنات في الجنة. مشهد ترقب يوم القيامة وخروج الناس من القبور، منهم من يترنح ومنهم من منتظر، ونفخ والنفخ في النفير لإعلان يوم القيامة. مشهد مختلف شوية، الربط بين هذا الأحداث نسميها جنة الملذات، أو إزاي هو في إطار فانتازيا، في إطار خيالي، في إطار سريالي، تمام، بحاجات لا واقعية، لأن محدش يقدر يتخيل يوم القيامة شكله هيبقى إزاي.
وجود العناصر الحضارات المختلفة زي الهند مثلا وارتباطها بالإنسان وارتباطها بالكائن الحي، كهو الكائن الحي ينبت ينبت من الأرض، فلازم نظرية النشوء نظرية الارتقاء والتركب على الأشكال على بعضها دي هي، والغنى والزخم الغزير هو ده محور الثقافة في شرق آسيا والهند ودول شرق آسيا. هنا برضه نشوف المعابد والغنى اللوني الثقافي والشكلي، وهي هي جزء لا يتجزأ من البيئة الموجودة فيه. هنا تفصيلية من الأشكال برضو والأشكال المختلفة والغنى والزخم الموجود في هذا الشكل. في مرحلة في بداية ظهور الحمل الحديث والتبسيط ووجود مناطق في شرق في جنوب أمريكا الجنوبية، تمام، وبداية القرن الصيني برضو بس بشكل من التلخيص. وهنا هنلاقي إنه بدأ يبقى الموضوع مهم، والقداسة وهل القداسة مهمة والشخصيات وشكل الشخصيات موجودة، لكن لا يهمنا ما يرتدون، لكن هو مجرد لخص أكد البطريهات أكد الشخصيات الموجودة وحالة الشجن اللي هم موجودة فيها موجودين فيها، لكن وهالة القداسة، لكن أغفل التفاصيل بتاعت الملابس والأشكال بتاعتها. هنا برضه وجود فن الإزاز المعشق أو الزجاج الملون، تمام، وجود القصص الديني فيه، لأن هو برضو أحد المسطحات اللي هي بتديني ضوء وبتديني أداء ملحمي عالي الحقيقة. هنا في بعض الحرم العالمية التانية وتهدم الكنائس أو واجهات الكنائس اللي كان فيها زجاج معشق، بدأت تعالج المواضيع الدينية بس بشكل أبستراكت، بدأ هنا التجريد يظهر وتخش على نفس الاشكال ونفس العماره الموجوده في الكاتدرائيات، لكن بدا حل مكان للتشخيص او لازم عشان كان فيه تشخيص الى التجريد. هنا برضو يعني يمكن اللوحه اللي قبل كده سابقه يعني بعد دي، هنا هنلاقي في وجود اشخاص وفي وجود ملامح للشخصيات الدينيه وشخصيات الملوك. التجريد هنا بدات المسجد بين التجريد وبين الاشكال يعني بيحاول يمثل الشخصيات بشكل مجرد برضه، لكن فيها برضه احساس من الايقاع اللوني المختلف الديني ثقافه اللون. هنا برضه نفس هنا الدراما بقت دراما اللون مش دراما الحدث، دراما اللون نفسه. التجريد برضه او الاستراكت ودخول الشخصيات الدينيه باشكالها المختلفه باساليب مختلفه حسب كل اسم اسلوب فنان مختلف في الازاز المعشق بتاعه. هنا المزج بين الجانبين، تمام، يعني انا دايما هي الدراما اللونيه هي اساس التصوير او التجريد. ظهور ارتباط الفن التصوير الجداري بالعماره، واصبح هو معاون للعماره واحد الشخصيات المؤثره في العماره. وده فنان هندريد فاسر، يعني هو فنان نمساوي، تمام، بدأ يمزج الحالة النحتية بالفسيفساء بالعمارة نفسها، أصبح مهم كتلة واحدة. برضه هنا علاقة المبنى أصبح هو جزء من البيئة الموجود فيها وليس مبنى، لأن دايما كنا نقول إن العمارة هي الجلد الثالث للإنسان، والإنسان لا يوجد به خطوط مستقيمة، خطوطه كلها لا منحنية، فكيف يكون الجلد الثالث للإنسان خطوطه مستقيمة؟ جاودي، أنطونيو جاودي، وجود الدراما اللونية والثقافة اللونية داخل العمارة نفسها برضو جاودي والأشكال ارتباط. بص لما نشوف التصوير هنلاقي يعني هو ارتبط يعني المبنى نفسه كأنه نبات خارج من الأرض. الوجود بقى المعالجات الفن الشعبي والمعالجات الشخصية اللي احنا بنشوفها ان نحت ويلونه وهكذا، وده بنشوفها حتى في الريف اللي عندنا، ازاي هو يلون الشكل، ازاي أصبح المبنى هو جزء من ملحمة كاملة في المكان، ملحمة المكان نفسه، أصبح المبنى هو جزء من البيئة الموجودة فيه، جزء من الأرض. برضه هنا هو الأشكال المختلفة للفسيفساء وعلاقتها بالعمارة. برضه هنا وجود الحضارات المختلفة وزي نمثلها على مكتبة، أحد المكتبات الشهيرة في العالم، تمام، وزي نوظفها بحيث الفسيفساء تكتسي المبنى كله. علاقة الفن الحديث أو الثورات السياسية والدعوة إلى ثورات الصناعة والعمل الجاد والناحية اللي هي بتدعو إلى العمل والآلة
تمام، وعلاقة الإنسان والتحامه بيها. دي كانت برضه في بداية الستينات والخمسينات وبداية هذه النزاعات في أمريكا الجنوبية للتحرر، ووجود صناعة، وجود اقتصاد قومي يرتبط بيه، فدايما كان التصوير الجزائري معبر عن هذا الشكل برضه. وجود برضه أرجع تاني لمنطقة التجريد، ومجرد إن العمل الفني هو أو العمارة أو الشكل هو أصبح جزء من البيئة. هنا مجموعة من الحديد، تمام، واتس تاور ده مجموعة من الحديد مكسي ببلاطات خزفية وفسفساء، ممكن تبقى بقايا الأشياء، بقايا الأطباق، بقايا الحاجات تديني شكل، أصبحت شكل مغاير، الأزايز وبقايا الزجاجات مختلفة، وزي تديني شكل مختلف ممكن ننفذه في أشكال مختلفة في البيئة بتاعتنا. هنا برضو نرجع لهندرت فاسر، ده مصنع لحرق النفايات، بس هو عمل له هذه الكسوة الخارجية من الفسفساء، غيره أصبح بقى مرتبط بالبيئة بتاعته. شوف يعني التطوع وتطبيع الفن التصوير الجداري في العالم. في النهاية أنا عاوز أقول إن دايما فن التصوير الجداري هو فن مرتبط بالمجتمع ومعبر عنه بأشكاله الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. شكرا لحضراتكم، وألف شكر، وتمنياتكم التوفيق للجميع.